السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مختبرنا لليوم البرمجة في الذكاء الاصطناعي AI Programming باستخدام لغة البايثون، راح نغطي بعض الأمثلة والأفكار حول فور لوب. من الأشياء اللي لازم نهتم فيها إن الفور لوب الشكل العام إلها عبارة عن الفور كيورد، وهي الكلمة موجودة في البايثون، ثم variable، ثم كلمة أخرى أيضا محجوزة اللي هي n، ثم sequence. كولون والبادي الخاص بالفور لوب. طيب لاحظوا هون كتبنا سيكونس، لازم الاشي اللي هون يكون ايش؟ يكون سيكونس. هذا السيكونس ممكن يكون ليست، يعني زي ما تعلمنا في داتا تايب انتجر، في فلوت، في سترينج هذول اخذناهم، في بوليان اللي ممكن تكون القيمه اما ترو اور فولس، هاي الداتا تايبس اخذناها. في عندي ايضا ليست، تابل، ديكشنري، سيت، string برضو اللي اخذناها وبني عليها. الان عشان نميز انه هذا الفاريبل ليست عاده يستخدم معاه سكوير براكت. تابل، التابل ممكن ما يستخدم معاه اي شيء، يعني لو حطينا سيكونس اوف داتا بينهم كوما بيكون باي ديفولت هو تابل، او ممكن نستخدم معاه البارانثيسيس. الديكشنري بيستخدم الكيرلي براكت، بس بالعادي بيكون جواته شغلتين عن نفس الاليمنت او عن نفس الاندكس، بيكون في كي وفاليو. طبعا الديكشنري مش ناوي اليوم نحكي عنه او ناخذ عليه امثله لانه شوي بروفيشنال. ايضا ممكن يكون عندي ست، الست عشان يصير اسمها ست بتكون معها كيرلي براكت، والسترينج زي ما تعلمنا ممكن تكون دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن. انا كتبت بعد اسم كل نوع من السيكونس الكونتينر اللي بنستخدمه عشان نحط جواته الاليمنتس الخاصه بهاي السيكونس. فمثلا ممكن نعرف ليست كالتالي 1 2 3 4 5 ونيجي نحكي هون فور variable in list. ايش بدي اياه يعمل هذا الكود؟ print the variable مثلا اللي هي الفار. نيجي نعمل run، خلينا نجرب نسمي هاي سيكونس، ونيجي هون قبلها نحكي انها السيكونس هي الليست، ونحكي ايضا انه انا بدي من الاشياء اللي يعطيني اياها بالاضافه للفاريبل او خارج الفور لوب to print the type of sequence.
هذا اللاين يكون مفضل في اعمل هون. لاحظوا ايش احنا عملنا، عرفنا ليست فيها الاليمنتس 1 2 3 4 5، عملت aliasing، عرفت another variable خليته بيأشر على نفس هذه الليست، بعدين طلبت التايب فانكشن يحدد لي السيكونس فاريبل ايش نوعه، والريتيرن فاليو من التايب فانكشن راح يرجع لي النوع تلقائيا، يطبع لي النوع برنت ذس داتا تايب. طبعا هاي الستيتمنت الموجوده لاين نمبر 5 نتيجتها هذا اللاين كلاس ليست. ثم بعد ذلك عرفت فور لوب with variable var to iterate inside this sequence. Every loop it will print the value of this element. طبعا ايش اللي بصير هون؟ باول لوب للفور لوب var variable راح يحط قيمه 1 اللي هو اول element بهاي الليست. النكست لوب راح ياخذ القيمة 2 بعدين 3 لما يخلص لعند 5، وبناء عليه بكل مرة أنا كنت بطلب منه يعمل print out للفاليو اللي مخزنة في الفاريبل بار، بناء عليه قام بطباعة هاي الفاريبل 1 to 5. طيب خلينا نخلي نفس كل شيء بس نعمل تعديل بسيط على الكود، نعرف set. لاحظوا set بهاي السبيلينج هي reserved word، ما بصير استخدمها كفاريبل، بزيد عليها مثلا 1، الان اصبحت هاي كلمه مش محجوزه جوا البرمجيه هاي فبقدر استخدمها. احنا حكينا set عاده تستخدم مع كيرلي براكت، فهاي كيرلي براكت خلينا نستخدم نفس الاليمنت الموجودين عندنا، والان بدي السيكونس تاشر لي على مين، على set1 variable، ونعمل run. اول معلومه لاين نمبر 7 حكيت له بدي to print out the type of this variable اللي اسمه سيكونس. ايش الداتا تايب له؟ set. لاحظوا هون set اعطاني، قبل قليل لما كانت ليست اعطاني ليست، المره هي بيحكي لي هاي ست مش ليست. طبعا ليش في ست وليست وتابل وسترينج؟ كل وحده لها خصائصها واستخداماتها وميادين استخدامها في البايثون، لذلك تم انشاء هاي الانواع كلها حسب التاسك او التارجت من الكود اللي انت بدك تكتبه، بتستخدم الداتا تايب المناسب لك. إذا هون السيكونس كانت بتأشر على ست فنوعها ست. طيب لو عرفنا مثلا تابل، خلينا نكتبها تي بي ال اي مثلا عشان ما تكون كلمة ريزيرفد وورد. التابل عادة إما ما بكتب ولا شيء، يعني بقدر أكتبه بهذا الشكل، وباي ديفولت بيتم تعريفه انسايد از تابل. صراحة يا هاجر يعني في فروقات كثيرة بينهم واستخدامات متعددة لهم، استخدامات تنفع للنوع الأول وتنفعش للثاني والعكس صحيح، لكن أظن أنه الأشياء هاي شوي بروفيشنال فما بدنا نخوض فيها. يعني بعض أنواع السيكونسز غير مسموح تعديل القيم عليها، أنواع أخرى مسموح تعديل القيم عليها، بعض أنواع من السيكونسز لازم الداتا تايب للاليمنتس الموجودين جوا هاي السيكونس يكونوا نفس النوع، انواع اخرى لا بتقبل الخلط ما بين الانواع،
يعني في عدة تفاصيل متعلقة بكل نوع، لكن يعني حاليا احنا مش في ميدان ان نفصل كل نوع وطبيعته ومواصفاته. العفو، احنا الفكرة انه الفور لوب ذكر لنا انه تستخدم مع السيكونسز. ايش هم السيكونسز؟ ليست، تابل، ديكشنري، سيت، سترينج. بدنا ناخذ مثال على كل واحدة بعدين. يعني اكثر نوع مستخدم هو الليست، اكثر نوع مستخدم، اكثر داتا تايب مستخدم هو الليست، والليست هي اشبه ما يكون بالاري اللي اخذناها بالسي بلس بلس. برافو عليك يا ريان. ريان بتحكي لنا مثلا من الانواع انها الست ما بتقبل تكرار، اكرر نفس الاليمنت فاليو مرتين، بينما الليست بقدر اكتب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 عده مرات، بقدر اكرر الاليمنت. وطبعا ما بدنا نخوض بالتفاصيل لانه في تفاصيل كثيره متعلقه بكل نوع واستخداماته. اوكي، اذا ذكرنا التابل ممكن نكتبها بهذا الشكل، ايضا ممكن نكتبها بهذا الشكل، والطريقتين مقبوله وبيعطوا نفس النتيجه. يعني هاي ايكوال هاي تماما، التو لاينز الموجودين بلاين نمبر 5، التو ستيتمنتس. ولاحظوا بهاي الحاله لو اجينا خلينا السيكونس هي التابل وعملنا ران، راح يحكي لي الداتا تايب المره هاي هي تابل، وبمر على هاي الاليمنتس وبيعمل لي برنت اوت حسب الفور لوب الموجود في لاين نمبر 10. ايضا ممكن اعرف سترينج str، لا محجوزه، str1 مثلا هاي equals، طبعا بين سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، وخلينا نستخدم نفس الاليمنتس 1 2 3 4 5. بهاي الحاله بخلي السيكونس الان تكون هذا السترينج، بعملها run. صراحة سلمان وفراس بيسألوني عن الداتا تايبز المختلفين هذول وطرق التعامل معهم، صراحة ما بدي أخوض بهاي التفاصيل. هو يا فراس مش إنه ما راح يطبع الترتيب بالنسبة للست، إنما ما بتتعامل مع الإندكس. يعني ما بقدر أتعامل معها أظن مع الإندكس، في فروقات وتفاصيل كثيرة يعني ما بدنا نخوض فيها الآن صراحة. ممكن باي تريل اند ايرور هسه نشوف الـ يعني الفيتشرز الخاصه فيها، نجرب نعمل موديفيكيشن لواحده منهم اللي بتعطينا ايرور معناتها اسمها اميوتابل، اللي ما بتعطينا ايرور معناها ميوتابل يعني بتقبل التعديل عليها. وفي تفاصيل كثيره يعني بدري عليها. طيب بهاي الحاله لاحظوا لما عملنا ران اعطاني الداتا تايب انها سترينج. أنا صراحة حبيت أحكي النبذة العامة هاي عن الأنواع المختلفة هذول تحديدا، وما بدنا ناخذ الدكشنري لأنه شوي أمورها شوي بروفيشنال، راح تيجي لاحقا إن شاء الله. تعلمنا كيف الليست بنكتبها، السيت، التابل، السترينج. الآن بدنا نرجع نسلط الضوء أكثر على الليست. ومن أهم ميزات الليست إنها ميوتابل، تقبل التعديل عليها، كما أنها أيضا تقبل الاليمنتس يكونوا from different data types. يعني مثلا الآن خلينا نسلط الضوء أكثر على الليست تحديدا. إيش داعي لللاين 6 to print the type؟
لانه خلص احنا نحكي الان انها ليست. طيب هلا الليست هاي هل ممكن تكون different type؟ نعم، مثلا بدي اياها string هون، مثلا بدي 1 2 3 ليست تكون 1 2 3 اسمها ليست 1، بدي الاليمنت الثاني يكون مثلا هاي الليست، راح هسه نتاكد على هاي النقطه، بدي هون مثلا يكون float number، هون بدي empty string، هون مثلا none، عرفش اذا بياخذها او لا، بنشوف اذا بيعطي عليها error او لا، نعملها. لاحظوا list اللي هو line number 4 هي عبارة عن list مكونة من string another list inside the first list float empty string none. إذا هذا الشيء ممكن في list. لاحظوا أول element أيوه الكاركتر A. طبعا برضه هون بنقدر ايش نعمل؟ نعمل print out للفاليو وللداتا تايب الخاص فيها. وللتسهيل خليهم one line عشان لاحظوا اخر نوع نان، نان يعني لا شيء. لا شيء هو ما لقاك انت معطيها اي فاليو، واحنا عرفنا انه التايب هي دايناميك تايب في البايثون، لذلك حسب الفاليو بيعتمد الداتا تايب. وانت ما اعطيتها فاليو فحكى لك نان تايب. يعني انت مش محدد التايب. بالنسبه للنان هون حكينا امبتي سترينج، هي سترينج بس فاضي فيها شيء. فاوكي كفاليو ما طبع قيمه، لكن نوعها ستيل سترينج. بالنسبة لل 2.5 float، بالنسبة لل list 1 list، بالنسبة لأول element اللي هو الكاركتر A نوعه string. طيب نفرض إجا حدا أسامة بده يحكي، تفضل يا أسامة. يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك حياة الله. مهندس أنا اللاب عندي يوم الثلاثاء، بس بدي أسألك سؤال على السريع إذا ممكن. تفضل. هسا الأسايمنت 3 ضروري الأوتبوت يكون فيها فلوت؟ أوكي نكمل. طيب لو اجى واحد بده يستخدم فور لوب غفران بدها تحكي، تفضل يا غفران. يعطيك العافية مهندس. الجملة رقم 5 السطر الخامس. نعم. لازم انا احطها ولا لا؟ لا مش ضروري. يعني لو مثلا في جملة الفور حطيت فور الفاريبل ان ليست مثلا وخلص بدون ليست نفسها هي اللي نكتبها هون. تمام شكرا. العفو. ممكن ازيدك من الشعر بيت كمان، الفاليو هاي نفسها بقدر اكتبها مباشره، الليست نفسها او الشيء اللي بدي اياه بقدر اكتبه مباشره بالفور ستيتمنت او بالفور سيجنتشر ستيتمنت، بنفس اللاين الخاص بالفور ستيتمنت. برضه بصير بهي الحاله الثري لاينز هذول ما لهم مش داعي. نعمل run يعطيني نفس الاوتبوت. فهي انا استخدمت فكره sequence equals something قبل شوي، احتجت اني استخدمها لاني اعطيت امثله على الست والتبل والسترينج والليست، فكنت بغير بالسيكونس بكل مره، فما بدي ارجع اغير على الفور لوب، خليتها زي ما هي، بكل مره كنت اعدل على الفاريبل هذا تحديدا هو اللي بدي اعدل عليه وذاتس ات.
يعني هذا الهدف من استخدام هاي الشغلة. برضو أنا صراحة بميل أني بدلاً من كتابة الليست جوا الفور لوب، لا أكتبها بفاريبل منفصل وأجي هون إيش أحكي ليست بهذه الطريقة. يعني هاي أنا بشوفها أفضل طريقة وأوضح طريقة. طبعاً كون السيكونس هي alias يعني زي اسم مستعار لنفس النيم ليست، هاي أو هاي بهذه الحالة نفس الشيء، ما في فرق بينهم. إذا كتبت for var in sequence أو for var in list the same thing. لو إجا واحد بحكي أنا بدي for loop الهدف منها تعمل delay، بدي البرنامج يتأخر شوي هون بعدين بدي أعمل شغلة ثانية، ما بدي الفور لوب جواتها جوا البدل الخاص فيها يعمل أي شيء. اللي عملنا رن بهاي الحالة syntax error، ما بينفع البادي بالفور لوب يكون empty. طب أنا فعليا بديش إياه يعمل إيش، نقدر نستخدم instruction اسمه pass، يعني زي كأني بحكي له لا تعمل إيش، بس استخدام هذا الانستركشن يبطل يعطيني error على هذا الكود، خلاص هو بيعمل شو الإيش وبس. جوا هاي اللوب بلف 5 iterations اللي هي بعدد الاليمنتس الموجوده في السيكونس، وجوه كل لوب جوه كل iteration ما بده يعمل شيء بس and that's it. طيب تعلمنا انواع متعدده من السيكونسز كيف نقدر نستخدمهم جوه اللوب، تعلمنا ان هالليست ممكن تكون الداتا تايب للاليمنتس اللي جواها مختلفين متنوعين، تعلمنا إذا بدي فور لوب ما تعمل إشي أستخدم الـ instruction pass. طيب نأخذ مثال على break and continue. لو كانت الليست اللي عندي فيها numbers وأنا بدي أعمل print out لهاي النمبرز، في نفس الوقت ما بدي إياه يطبع للزيرو. To print out the elements بكل بساطة one print var and that's it. أنا بدي إذا كانت الفار value zero ما يطبعها ايش بدي اعمل، اكتب if statement var equals zero continue. شكرا يا ريان، وما انتبهت انك رفعت ايدك تشاركي، لكن يبدو انك عارف الجواب ومجرد ما انا كتبت الجواب نزلت ايدك، شكرا. اذا انا بدي لما تكون زيرو ما يعمل برنت اوت لهي الفاليو. طيب نشوف، انا نزيد مساحه الاوتبوت سكرين نعمل رن. لاحظوا عمل برنت اوت لكل الاليمنتس، بس بكل مره كان يلاقي زيرو نجلكت يلغيها يستثنيها. ليش؟ بسبب الكونديشن اللي انا اضفته، حكيت له بكل مره بتكون قيمه الفار زيرو كونتينيو، يعني تجاوز الانستركشن الموجود في لاين 11، بكل مره بتكون فيها الفاريبل زيرو كونتينيو. كونتينيو ايش يعني؟ يعني ما تكمل كل الانستركشن، لا من هاي النقطه ارجع على الفور لوب على بدايتها على النكست iteration. طيب بدي اياه ما يطبع الزيروز، نفس الوقت اول ما يوصل فاليو 6 يعمل اوت يطلع من الفور لوب. احكي له if var equals 6، عفوا في حدا رفع ايده،
تفضلي يا راما. نكتب بريك مهندس. طبعا عليك بالضبط. نكتب بريك. إذن هو البادي الخاص بالإف ستيتمنت الثانية نكتب بريك. إنه مجرد ما صارت الفاليو قيمتها 6 اطلع من اللوب كامل. ولاحظوا دائما الكونتينيو والبريك ستيتمنتس إذا كتبناهم في منطقة ما فيها لوب راح يعطي عليهم ايرور لأنها لازم تكون موجودة جوا لوب. هاي أول نقطة. النقطة الثانية إذا كان عندي نستد لوب، نستد لوب يعني لوب جوا لوب، وكانت واحدة من هاي الستيتمنتس كونتينيو أو بريك موجودة في النستد وان يعني الداخلية الانر لوب راح يعمل بريك أو كونتينيو، لا راح يعمل بريك مثلا بالنسبة للبريك ويطلع للأوتر لوب، يطلع للوب الخارجي بس ما بيعمل بريك للأوت الأوتر لوب. راح نشوف مثال إن شاء الله بعد قليل. طيب هاي الحالة خلينا نجرب. لاحظوا وين ال 6 كانت مكانها قبل قليل بالرن اللي عملناها قبل قليل، هو عمل برنت اوت لهي النمبرز وهي ال 6 وين مكانها. احنا الان بنفترض انها هاي القيم مش راح تطلع معنا. ليش؟ لانه مجرد ما لقى 6 قبل ما يعمل برنت اوت لهي الفاليو راح يعمل بريك، يعمل بريك لللوب كامل ويبطل يكمل الاتريشنز. فالمفروض هاي الفاليوز الموجودين جوا هذا المستطيل ما يظهروا عندنا. جرب نعمل run بالضبط، هو راح يوصل عند 1 اللي قبل ال 6. طبعا احنا وين ال 1 هاي؟ لاحظوا هاي الليست بكل مره هو وجد فيها 0 استثناها بسبب وجود continue، وباقي الاليمنتس ظهرت اللي هم 1 2 3 1 4 5 1. هاي هي الاليمنتس موجودة عندها. تمام. برافو عليك يا هاجر. برضو هاجر بتحكي طب لو كان عندي أكثر من 6 element أو 6 number يعني 6 value، هو أول 6 راح يوصلها راح يوقف. وعلشان نتأكد من هاي المعلومة لاحظ انه في عندي 2 of 4 number، في عندي هاي الأربعة، في عندي هاي. ممكن ايش نحكي له هون؟ انه اذا كانت أربعة يطلع نعمل غلط. الأربعة الأولى اللي راح يطلع عندها، مش راح يشوف الأربعة الثانية أصلا. فراس تفضل. عافية دكتور. الله يعافيك. دكتور بدي اسالك هسه شو الفرق بين البلت ان فانكشن والميثود؟ ما بين ايش؟ انا ما بحكي ميثود وما بحكي بلت ان، الميثود والبنج بلت ان فانكشن. هسه عاده الميثود والفانكشن يستخدم الترناتيفلي يعني للدلاله على نفس المفهوم، لكن لما نحكي بلت ان ميثود او بلت ان فانكشن فهذا الفانكشن بيكون معرف by default جوا library جوا هاي اللانجوج موجود بقدر استخدمه directly. لكن لما نحكي user defined function او user defined method بيكون هذا الفانكشن مش موجود منه في البايثون لكن انا عرفته library. لازم اليوزر انا اللي اعرفه. تمام. عشان استخدمه. تمام دكتور حياك الله. طيب لو انطلب منا نعمل counting مثلا كم رقم واحد جوا هاي الليست، كيف ممكن نعمل هيك تاسك؟ بكل بساطة هاي counter equals zero مبدئيا. طبعا هذا الكلام كله لا داعي له. أنا إيش بدي أعمل؟
بدي أعد كم إليمنت جوا هاي الليست قيمته واحد. بكل بساطة عرفت فاريبل وأعطيته initially قيمة صفر. الآن بكل مرة هذا الفاريبل قيمته واحد بدي أعمل increment لهذا الفاريبل اللي اسمه counter. وبس أخلص بدي إياه يعمل لي print out يحكي لي إنه number of ones equals counter. قديش صار بعد ما كمل بعد ما لف على كل الإليمنتس وبكل مرة كان الإليمنت قيمته واحد عمل increment للكاونتر فاريبل. بالنهاية بس كمل الفور لوب كاملة. الآن الكاونتر فاريبل فيها فاليو، هاي الفاليو بتمثل عدد مرات وجود الرقم واحد ضمن هاي الليست. جرب نعمل run number of ones equals four. هاجر بتحكي ممكن نحكي الفانكشن انه ممكن استدعائه ويتم استدعائه. الميثود او الفانكشن البيلت ان او اليوزر ديفايند كلهم بصير لهم كولينج او انفوكينج استدعاء، كلهم بنقدر نستدعيهم اذا كان هاي الجزئيه اللي يعني علقتي عليها. راما برضو بتحكي لي اذا بده يكمل الليست اذا وجد ست نستخدم كونتينيو. نعم زي قبل قليل حكينا انه بدنا اياه يكمل الليست كل زيرو ما يعمل لها برنت اوت ويكمل الليست، يكمل على النكست اتريشن استخدمنا معها كونتينيو بدل بريك. احنا حكينا قبل قليل في المثال انه اذا لقى ستة يطلع من اللوب، عشان هيك حكينا اف var equal 6 بريك. طيب اذا لاحظوا هون كيف احنا عدينا الاليمنتس اللي قيمتهم واحد. تفضل يا هاجر. مهندس الآن الكاونتر بلس إيكوال 1 جمعنا القيم واحد 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 ولا لكل قيمة جمعنا واحد؟ بكل مرة ورد وجود الرقم واحد زدنا واحد على العداد، الكاونتر عداد بعد بكل مرة لقينا واحد يلا زيد عندك واحد صاروا اثنين، لقيت كمان واحد يلا صاروا ثلاث، لقيت كمان واحد صاروا أربعة. يعني مش يعني أدفكت الفاريبل، يعني خلينا نغير على المثال شوي، نخليه يعد الزيروز مثلا. بكل مرة بلاقي زيرو يحكي لي كم زيرو عنده. وهاي ران أنا عندي 3 زيروز وفعليا هو وجد أنهم 3 زيروز. طبعا لو طلعنا على الليست واضح أنهم 3، هاي الأولى وهاي الثانية وهاي الثالثة. إذا هو ما بيزيد قيمة الفاريبل اللي أنا وجدته، إنما بيحكي لي كم واحد تكرر وجوده ضمن هاي الليست. بعرفش إذا جاوبتك يا هاجر. تمام مهندس. أوكي. شكرا جزيلا مهندس. العفو حياكم الله. بالمقابل طب لو بدي أحسب الـ sum of this value أو this number، يعني بس هاي يعني مش بقديل يعني، لكن ممكن نحسب الصم أو التوتل لكل الإليمنتس الموجودة في هاي الليست. كيف ممكن نعمل هاي الخطوة؟ مهندس سؤال. تفضلي. مهندس ممكن يعني في الـ if variable نشمل 0 و 2 كل القيم؟ الفار يعدل إياهم جميعهم؟ يعدل إياهم جميعهم بالـ if function. ممكن وهسا بنعدهم. بكل بساطة فيش داعي للإف ستيتمنت، أنا بكل لوب بدي إياه يزيد على الكاونتر واحد، بكل مرة بلف جوا هاي اللوب يزيد على الكاونتر واحد، فبكل بساطة ببطل في عندي حاجة لهي الستيتمنت. خلينا نعمل هون اندنتيشن نرجعها. الآن إيش راح يحكي لي؟ بقدر أحكي له هون إيش؟ number of elements ككل
يعني عدد الإليمنتس كاملين الموجودين ضمن هاي الليست قديش هم، وهو بكل لوب بيزيد على الكاونتر واحد وبيحكي لي هاي الإليمنتس قديش هم 16. طب في طريقة ثانية نعرف عدد الإليمنتس جوا الليست؟ في طريقة، في فانكشن اسمه لينك بنقدر نحكي هون ايش print length equal len of list. قديش طول هاي الليست؟ يعني شوفوا line number 10 راح يطبع لي length equal ويعطيني رقم، بفترض انا انه راح يكون 16 اللي هو number of elements الموجودين جوا هاي الليست. اذا ضمن هاي اللوب انا قدرت احسب عدد الاليمنتس الموجودين عندي، ايضا عدد الاليمنت لليست معينه بقدر عن طريق built in function اسمه len يرجع لي طول هاي الليست اللي هي number of elements الموجودين في هاي الليست. ولاحظوا انه لما الفانكشن رجع لي القيمه كانت 16، ولما انا عديتهم جوا الفور لوب كانوا 16. طب ممكن اعمل summation اجمع الفاريبلز هاي الاليمنتس الموجودين جوا الليست. برافو عليك يا ريان، ما انتبهت لملاحظتك صراحه ان المسج في الشات بوكس. برضو ريان حكت لنا من الاول انه انا بقدر استخدم اللين فانكشن مع الليست عشان احسب عدد الاليمنتس الموجودين فيها بدون الاعتماد على اللوب زي ما صار طبعا بلاين نمبر 10. لا append function يا سلمان بقدر اضيف elements على هاي الليست. Be careful ما بتجمع. ممكن يكون في built in function اسمه sum، خليني اجرب. بس الابند ما بتجمع، be careful. هسه بنشوف. نجرب هون مثلا نكتب sum، نيجي بدل هذا function نكتب sum. ما انه لونها بالاحمر غالبا في بلت ان فانكشن بيعمل صم، بس بعرفش اذا بيعمل الصم اللي احنا فاهمين عليها او لا، او اللي بذهننا او لا. لذلك احتياطا بدنا نستخدم الفور لوب برضه عشان نعمل صم. خلينا نعرف فانكشن اسمه صم 1 مثلا ايكوالز، بس بدل صم ممكن نكتبها توتال ايكوالز 0 انيشيالي. بعدين بكل مره انا بضيف للتوتال plus equal var. لاحظوا المرة هاي ما ضفت لها واحد، لا ضفت مقدار الفاريبل قيمته، لأنه بدي أجمع قيم الفاريبلز، قيم الإليمنتس الموجودة في الليست هي اللي بدي أجمعها مع بعض. هاجر بتحكي لو بدي أعد أنا كل إليمنت، كل نوع من الإليمنتس كم مرة تكرر؟ بدي استخدم كاونتر لكل إليمنت واعمل تشيك او اف ستيتمنت لكل إليمنت في حال انه الفاريبل هي بتساوي هذا الإليمنت زيد على الكاونتر الخاص بهذا الإليمنت. هسه بنجرب فور تو او ثري إليمنتس اونلي، فيش داعي نشوفهم كلهم قديش مكررين. بس قبل هيك خليني انهي المثال اللي بين ايدي. لاحظوا عندي الكاونتر راح يعد لي كم إليمنت، والتوتال راح يحسب لي مجموعهم، يجمع لي هاي الارقام مع بعض. وهون بنقدر نحكي كمان print statement total equals total وتحتها sum equals using the built-in function sum. وهاي run ممتاز. يبدو انه البيلت ان فانكشن اللي اسمه صم هو بيحسب لي مجموع الاليمنتس فاليوز الموجوده في الليست. لذلك لما احنا جمعناها جوا الفور لوب اعطاني انه المجموع الارقام هاي كلها 49، لما استخدمنا الصم فانكشن برضو اعطاني 49. بما انه صار عندي عدد الاليمنتس عن طريق الكاونتر
وصار عندي مجموع الإليمنتس عن طريق توتال، ممكن أحسب الأفريج، ممكن كيف الأفريج؟ الأفريج عادة كيف بيتم حسابه؟ المجموع على عدد العناصر، صح؟ وهي AVG مثلاً equals total over counter. ممكن أجي هون أحكي له AVG equals AVG. الأفرج لهاي الإليمنت مجموعهم على عددهم يعني 49 على 16 كان 3.0625. لاحظوا استخدامات عديدة طيب خلينا نشوف مثال اللي ذكرته هاجر. انا بدي كاونتر، بدي اعد عده اشياء مش شغله واحده. بكل بساطه بقدر احكي هون كاونتر بيعد لي الزيروز مثلا، وكاونتر بيعد لي الونز، ومثلا كاونتر بيعد لي التو، من البداية initial بتعطيهم ايش؟ زيرو. طيب الان جوا الفور لوب ايش لازم اعمل؟ اذا كان الفاريبل قيمته زيرو بكل لوب ايش بدي اعمل؟ بدي ازيد الكاونتر الخاص بالزيرو اللي هو counter 0 plus equals 1. طيب if var equals 1 ايش لازم اعمل هون؟ counter 1 plus equals 1 اتسترا. صراحة بديش يعني، هي الفكرة يعني نفسها وبنكررها، نفس الفكرة وبنكررها حسب حاجتنا. الآن ممكن خارج هاي اللوب ايش اعمل؟ احكي هون number of zeros equals counter zero. Number of ones equals counter one. And that's it. وأي رقم بدي أعده كم مرة تكرر؟ شكراً يا حمزة، ما انتبهت. اسمها راحت مش مشكلة تمام. يجي نعمل run. كالي number of zeros 3، number of ones 4. قبل هيك طبعا حكي، كان حكي لي number of all elements، حكى لي total، حكى لي average. ممكن احسب الماكسيمم المينيمم لهي الفاليوز. كيف؟ ممكن احكي مثلا الماكس equals نيجاتيف 1. جوا هاي اللوب اضيف كونديشن. تفضل يا ريان. المهندس في بيلت ان بتعطينا الماكس والمين والمينيموم. برافو عليك، شكرا لك. في بيلت ان فانكشن بدون ما اخوض بهاي التفاصيل بقدر احكي له هون
print. The maximum is number equals max في الليست. كذلك الأمر مكرر لمين؟ للمينيمم. صغيرا أعطاني الماكسيمم الرقم 8 والمينيمم 0. طب نجرب نحسبه إحنا عن طريق الفور لوب. الماكسيمم مثلا جرب بالبداية ممكن نعطيه قيمة نيجاتيف 1، بعدين إيش بحكي له؟ if الفار أكبر من الماكس 1، يعني إذا الرقم الحالي هو أكبر من اللي أنا بفترض إنه ماكس، خلي الماكس 1 تصير تأخذ الفار اللي هو القيمة الأكبر بس. وبكل بساطة بالنهاية باجي هون إيش بعمل؟ أعطيني الماكس 1، بطبع لي الماكس 1، بالنهاية الماكس 1 رح يصير فيها القيمة الأكبر بس يخلص اللوب. المفروض إذا عملت run يعطيني هذا اللاين as it is، إنه الماكسيمم نمبر هو 8. نجي نعمل run. بيرفكت. برضو طريقتنا عن طريق اللوب عرفنا نعرف مين الماكسيمم. ما فهمت سؤالك يا هاجر، انت بتحكي لي هذا في حال اردت اني احدد، تحدد ايش الماكس؟ برضو البلت ان فانكشن الماكس بيرجع لي الماكسيمم، لكن يمكن يكون سؤالك انا بدي احدد اي اليمنت، شو ترتيب هذا الاليمنت اللي كان بيمثل الماكسيمم، شو ترتيبه، ايش الاندكس الخاص فيه. يعني مثلا الرقم الخامس جوا هاي الليست هو كان اكبر رقم وقيمته 8، يعني انا بدي احدد الفاليو والاندكس، ترتيب هذا الاليمنت وين مكانه كان جوا الليست. هون في شغل ثاني، وبهيك حاله راح نحتاج نستخدم فانكشن جديد اسمه رينج. خلينا نفهم الرينج فانكشن عن ايش. لاحظوا لحد الآن إحنا كنا بنحكي عن variable in sequence. طيب هل بقدر أكتب هون محل sequence شيء ثاني؟ بقدر. في function اسمه range نقدر نستخدمه مع الفور لوب. هذا الفانكشن إيش ببدأ أعمله؟ ممكن يأخذ one variable او one parameter two parameters or three parameters. طيب خلينا نشوف. فرضا كتبت range 5، هاي ايش بتكون؟ اشبه بما لو اكتب list الـ elements اللي فيها 0 1 2 3 4. يعني الـ behavior للـ for loop لو كتبت محل كلمة sequence range 5 أو الليست 0 1 2 up to 4 رح يشتغل نفس الشغل تماما. نجرب. نجرب نكتب هون range 5. طبعا range 5 حكينا مبدأها زي كأني بحكي له list من 0 لغاية 4. Exactly كأني هيك بحكي له. طبعا هي not exactly تماما زي ما اكتب محلها list، لا في فرق بينهم فعليا، لكن البيهيفير السلوك اللي راح يشتغل عليه الكود بيشبه زي كأني حطيت list from 0 up to 4. لكن راح احكي لكم فرق يعني اساسي ما بين اني اكتب range 5 او اكتب explicitly list from 0 up to 4. طيب نجرب نعمل run. المنطق الآن إيش بيحكي لما أعمل run؟
الماكسيمم فاليو راح تكون نمبر 4 لانها هاي هي كانه بيشتغل على هاي الليست 0 1 2 3 4. مثلا الكاونتر نمبر اوف اليمنتس راح يكون 5. التوتال راح يجمع لي هاي الارقام 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 which is 10. الافريج راح تكون 10 اوفر 2. يعني هيك بتخيل الاوتبوت. طبعا الامر اللي راح يختلف هاي الستيتمنت 25 هنا بالكومنت لانه لسه بيحكي لي عن الليست. طيب نجرب نعمل لاحظوا بالنسبه للاليمنتس هاي الموجوده في هاي الليست نمبر اوف اليمنتس 5 اليمنتس توتال 10 افريج 2 نمبر اوف زيروز 1 نمبر اوف وانز 1 ذا ماكسيمم نمبر 4. ففعليا البيهيفير كان لهذا الكود زي كاني كاتب هون الليست 0 1 2 3 4. وفعليا لما اعمل رن الان راح يعطيني انتبهوا لهي الاوتبوتس راح يعطيني نفس الاوتبوت نمبر اوف اليمنتس 5 توتال 10 افريج 2 نمبر اوف زيروز 1 نمبر اوف وانز 1 ذا ماكسيمم نمبر از 4 يعطيني نفس الريزلتس. طب لعد ليش هاي موجودة وهاي موجودة؟ ليش أنا بقدر أستخدم هاي الطريقة وبقدر أستخدم ليش في طريقتين أصلاً يعني؟ ليش ما تكون واحدة منهم فقط؟ الجواب كالتالي. فراس عندك جواب؟ تفضل. دكتور لأنه أحياناً بستخدم الرينج لشغل مش شرط استخدم يعني انه مش شرط استخدم انه يعد مش يعني مشان ما فيش داعي احيانا انه اكتب ليست فهي اختصارا بدل ما اكتب ليست اكتب رينج 5. اوكي اوكي ممكن اللي هي سمبل ريبريزنتيشن بس في لها بعد اعمق من ذلك فيها كلمه اختصارا كلامك صحيح لكن انت ما وضحت اكثر وين الاختصار اللي بصير فعليا. شكرا لمشاركتك تفضل بدك تتابع. أوكي. غفران تفضلي. تمام دكتور أتوقع إنه الرينج لما بدي أطبع أو أستخدم أرقام وراء بعض متتابعة يعني بينما الليست ممكن أستخدم فيها أرقام ما يكونوا يعني متتابعات هيك. ممكن بس مش هذا الفرق الجوهري يعني بقدر اي شيء يعني بناء على كلامك اي شيء بيعمله الرينج بقدر اعمله عن طريق الليست. ممتاز ريان ممكن نستخدم هاي الفكره ايضا وهي صراحه. تفضلي يا ريان. الليست ممكن نستخدم فيها سترينج وممكن نستخدم فيها انواع اخرى من الداتا تايب اما بالنسبه للرينج هي بس ارقام. صحيح الرينج هي بس ارقام بس صراحه في بنفيت يعني اولى من كل الأفكار اللي ذكرتوها علماً أنها معظمها صحيحة الأشياء اللي ذكرتوها لكن أهم فكرة بالنسبة للرينج لو كنت أنا بدي فور لوب تلف على الأرقام من 0 ل 999 بدي فور لوب تلف على الأرقام من 0 لغاية 999 كم إليمنت هذول؟ هذول هم عبارة عن 1000 إليمنتس. طيب قد يجد البعض أو يرى أنه أسهل أكتب range 1000 أحسن ما أكتب list 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 999. لكن فعليا مش هون الفائدة، في شيء لسه أهم من ذلك. يعني مش أسهل على الكتابة علي أنا. لا برضو لسه الجواب مش أكيد في رأس. شكرا لك.